في الدورة الثانية للاستفتاء الرياضي 2013 نظمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء ندوة صحفية للإعلان عن أفضل لاعب وأفضل رياضي ورياضية لسنة 2013، وخصوا فيها الندوة جزء هام لعلاقة الإعلام والسياحة الرياضية. احنا هذه السنة الثانية على التوالي ننظم استفتاء لاختيار افضل الرياضيين بالنسبة ديما للسنة الفارطة. قلنا علاش السنة ما تكونش مقترنة بندوة، والندوة هذه تمثلت في موضوعها هو الاعلام والسياحة الرياضية، من منطلق انه قناعتنا انه هنالك امكانيات وطاقات في تونس لتنميه السياحه الرياضيه. certains agences de communication ولا certains médias يقول لك attention n'allez pas en Tunisie il y a des risques de terrorisme والارهاب. احنا نقول لهم ليه، خاطر ثم ناس راهي معروفه العمليه واضحه يحبوا يدوروا المارشي دو توريزم البلدان اخرى اللي هم يعني احنا نشكوهم كل بخير، ما عندناش حتى عندنا روح رياضيه في تونس. ما احنا نقول لهم لا ارهاب في تونس، اعز رساله احنا نبعثوها للعالم ونقول لهم اين الارهاب واين لا. انا نقول القطاع السياحي اليوم رسالة ممتازة، رسالة التسامح، رسالة التألق، ورسالة السياحة الرياضية اليوم بأتم معنى كلمة. لابد من استراتيجية على مستوى الدولة ككل لاستقطاب كل أحداث مش كان الرياضي فقط، وكل التظاهرات اللي من شأنها أن ترفع وتعطي صورة على قدرة تونس على تنظيم كبرى التظاهرات وعلى استقطاب أكبر الشخصيات وأكبر التظاهرات، على غرار ما هو قاعد يصير في بلدان منافسة لنا اليوم اللي قاعدة تجري على تنظيم التظاهرات. والاختيار أفضل لاعب وأفضل رياضي ورياضية سنة 2013 قائمة ضمت 5 أسامي في كل صنف. اتفق جميع الصحفيين على أنه لاعب النادي الصفاقسي لكرة القدم فخر الدين بن يوسف هو أفضل لاعب لموسم 2013، والبطل الأولمبي أسامة الملولي هو أفضل رياضي وأفضل رياضية لهالموسم أونس جابر. طموحاتك بعد اليوم بعد التتويج هذا شنو تستنى من المستقبل فخر الدين بن يوسف؟ والله الحمد لله قبل كل شيء على التتويج هذا كما قلت هذا يعني فخر كبير ليا، يعني فرحة كبيرة ما توصفش، وهذا يعني يزيد يكبر مسؤوليتي بالعكس يزيد يخليني نخدم أكثر. طموحاتي يعني بعد التتويج هذا يعني هي مش تبدل حاجة كبيرة، أنا نخدم على روحي سيريو في خدمتي، كل يوم يلزم واحد يتحسن، كل يوم يزيد يحط ساقه على القاعة ويزيد يخدم. فخر الدين في السياسة فخر الدين باش يخرج صحيح بالضبط؟ والله صحيح تو مازال يعني ما فما حتى شيء رسمي، مازال الماركاتو يعني مازال ما يعني ما تغلقش تو، مازال ما فما حتى شيء كما قلت لك رسمي. ان شاء الله يعني الايامات القادمه يعني يوريو اسكو فخري باش يقعد ولا فخري باش يمشي. وكما قلت كان جات حاجه يعني في مصلحتي ومصلحه نادي رادي الصفاقسي، ونعرف اللي واحد باش يمشي غادي باش يزيد يعني يحسن روحه كرويا وتنفع يعني نادي رادي الصفاقسي بمبلغ مالي مهم، علاش لا واحد يمشي يشوف مستقبله ويكبر طموحاته. باش يكون عندي مسؤوليه اكثر سي شور يعني في المشيت الرياضيه، وان شاء الله يعني نوعد الناس كل اللي 2014 باش يكون حافل بالمفاجات اكثر من 2013 ان شاء الله. الخدمه كبيره هي اللي تجيب، وانا مستعده لهذا وعندي دي زوبجيكتيف كبار برشا ان شاء الله ل 2014، وان شاء الله ينتظروا كان الخير من عندي. امنيه ليك في 2014 تحب تحققها هونس قول لنا عليها؟ الامنيه هي اللي رولان غاروس سينيور ان شاء الله، نحب نقدم بالكدا في التابلو اكيد، علاش لا نربح بولومون 2 3 ماتش ومن بعد نفيغا ان شاء الله، خاطر ديجا ما عاد ساهل توا سينيور مش كيما جونيور، مي ديجا لو فيت باش واحد يوصل للان ويتيم ولا لاكار دو فينال بور لو مومون سي اون تري بون شوز. ان شاء الله تونس الكل يعني تكون بخير، ان شاء الله الشعب يكون فرحان اكثر من هكا، وان شاء الله الناس الكل تبدا فرحانين وتحقق طموحات الشعب ان شاء الله. يظهر لي هالتتويج هذا جاء تتويج عادل، احنا عندنا ثقة في الصحفيين نتاعنا وفي ذوقهم ومتابعتهم يعني للمسيرة الرياضية لكل الأبطال نتاعنا. لاعب كرة القدم لاعب متميز، يظهر لي نتائجه كانت متميزة سواء مع النادي الصفاقسي وعطائه في مستوى الفريق الوطني. تعرفوا كرة القدم اليوم يعني تعيش أوضاع صعبة رغم المجهودات الكبيرة اللي قاعدة يعني تبذل فيها كل الأطراف المتداخلة في يعني في هذا الشأن، وبالتالي نتصور المسيرة في كرة القدم ديما تكون شخصية يعني شوية للاعب فيني نجم يمشي. بالنسبة لأسامة الملولي أنا نعتقد أن أسامة مازال لريو 2016، وإحنا كلجنة أولمبية مازال يعني حائز على ثقتنا وعلى دعمنا. أما بالنسبة لأنس جابر باش تكون خير سفيرة للمرأة التونسية وللرياضيات التوانسة في المستقبل، وما نجم إلا ندعمها ونقف إلى جانبها.